الو، ايوه يا ساره. ما قلت لك يا بنتي الغي كل المواعيد المدام مش جايه. طيب معلش زي بعضه، اعتذري له بالشيكه وقولي له ان احنا هنبلغه بميعاد تاني. اوكي باي باي. شاطره يا سماح. تعجبني البنت اللي تقدر الفرصه وتحافظ عليها، يعني بالرغم ان احنا سهرانين طول الليل امبارح في الشركه وقايله لك اني مش جايه الشغل النهارده، مع ذلك جايه الصبح لابسه وفايقه وبتشتغلي. واحدة مكانك كانت خدت اليوم اوف، ما صدقت. أنا تلمستك يا فندم. لا وأنا في سنك كنت أخيب بكتير. طب حضرتك تأمريني بأي حاجة أعملها لك دلوقتي؟ لا، روحي الشركة بس شوفي مين جه ومين ما جاش، ولو في حاجة مستاهلة كلميني. مفيش يبقى خلاص. اعتبريه حصل. طب وبكرة وبعده؟ هبقول لك بالليل. تمام. صباح الخير يا مسك. لا أنا أكيد لسه نايمة وبحلم. انت صاحي بدري ورايح الشغل وكده؟ اه في حاجه؟ لا مفيش، مستغربه بس. ايه مش من حقي استغرب؟ لا اصل انا ما خلصتش الشغل، كان ورايا امبارح، واكيد الشغل مش هيخلص نفسه يعني. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي والله. صباح الخير يا سماح. صباح النور. لو سماح نازل الشركه انا ممكن اوصلها، انت لو مش هيضايقك يعني. لا ما يضايقنيش، اتفضلي. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي.